أهلا بكم. على بعد أيام قليلة من نهاية عطلة الصيف، أثار رشيد العلالي جدلا واسعا بعد أن قام بنشر شريط فيديو قصير على صفحته الفيسبوكية يوثق لسلسلة من المكالمات الهاتفية التي أجراها مع عدد من الفنادق المغربية، حاول من خلالها أن يوضح لمتابعيه حجم الارتفاع الصاروخي لأسعار ليالي المبيت بهذه الفنادق، والتي لا تتلائم بتاتا مع القدرة الشرائية لفئات كبيرة ولا علاقة لها بكل الشعارات التي أطلقتها حكومة العثماني في إطار تشجيع السياحة الداخلية. عدد من المتابعين استحسنوا هذه الخطوة التي قام بها العلالي، بل واعتبروها رسالة واضحة تؤكد فشل الحكومة والمسؤولين عن القطاع السياحي في بحث حلول جدية تتماشى مع القدرة الشرائية للمغاربة، في وقت اعتبر البعض الآخر من المعلقين أن ما قام به العلالي ما هو إلا محاولة للبحث عن البوز وتجييش مشاعر المفقرين بعد أن خفت بريقه وتراجعت شعبيته بشكل واضح، لا سيما أن هذه الأسعار التي تضمنها تحقيقه المصور معلومة لدى الجميع منذ سنوات، وإن كان العلالي لم يحدد أسماء هذه الفنادق ولا حتى تصنيفاتها. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.